هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون معتدل على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. أهلا بحضرتك. يمكن موجة حارة على غير المعتاد في اليومين دول من السنة، طمنينا أخبار الجو إيه، والموجة الحارة دي يعني هتخلص إمتى أو هتبدأ في الانكسار إمتى؟ بالفعل يمكن احنا بدأنا من أمس ارتفاع تدريجي في قيم درجات الحرارة كبداية لموجة شديدة الحرارة هتأثر على معظم محافظات الجمهورية. اليوم هيكون في مزيد من الارتفاع في قيم درجات الحرارة، لأن بدأت قيم درجات الحرارة ترتفع بشكل تدريجي. بالأمس العظمى على القاهرة الكبرى مسجلة 37 درجة مئوية، اليوم متوقع أن هي تكون 39 درجة مئوية خلال فترة النهار. فبالتالي الأجواء هتكون أجواء شديدة في الحرارة خلال فترة النهار، لأن احنا بنتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية. الكتل دي مرتفعة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، مع وجود كمان امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع قيم درجات الحرارة. العوامل دي هتخلي إحساسنا بالطقس خلال فترة النهار طقس شديد الحرارة في القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد، أيضا مناطق من جنوب سيناء. السواحل الشمالية بتكون أقل قيم درجات حرارة، لكن هي أيضا بيشملها ارتفاع قيم درجات الحرارة وأجواء حارة فترة النهار في سواحلنا الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط. خلال فترة الليل مع غياب أشعة الشمس أكيد هيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة. أجواء فترة الليل هتكون أجواء معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية وخاصة في المحافظات الشمالية، لأن اليوم كمان متوقع أن يكون في نشاط نسبي للرياح. وجود نشاط للرياح يساعد بعض الشيء على اعتدال الأجواء، لكن فترات المساء وساعات الليل فقط أغلب يعني فترات اليوم فيها ارتفاع في قيم درجات الحرارة. مش بس كمان ارتفاع في قيم درجات الحرارة، كمان احنا بدأت نسب الرطوبة تزيد في الجو. حتى لو قيم الرطوبة أو نسب الرطوبة أقل من اللي احنا بنشهدها في فصل الصيف، لكن وجود نسب رطوبة في الجو يخلينا نحس بقيم درجات حرارة أعلى. لأن أنا قيمة درجة الحرارة اللي أنا بقولها مع حضرتك هي قيمة درجة الحرارة المحاطة في الظل بالفعل، لكن لو أنا تعرضت لأشعة شمس في نسب رطوبة موجودة في الجو هحس دايما بقيم درجات حرارة أعلى. احنا بنقول إن الموجة دي بدأت معانا من الأمس، وذروة الموجة وقيم درجات الحرارة المرتفعة بشكل كبير هنشوفها من بكرة الخميس والجمعة والسبت، لأن متوقع مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة خاصة يوم الجمعة والسبت، عظمى على القاهرة الكبرى في الظل هتكون ما بين 42 إلى 43 درجة مئوية خلال فترة النهار، ودي أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 8 إلى 10 درجات. فطبعا ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة محافظات الصعيد، الأقصر وأسوان، عظمى فترة النهار ما بين 46 إلى 48 درجة مئوية خلال فترة النهار. أنا بتكلم على فترة الذروة اللي هي تحديدا الجمعة والسبت اللي جايين، ارتفاعات ملحوظة في أغلب محافظات الجمهورية مع يوم الحد اللي هيكون أول أيام عيد الأضحى. كل سنة وحضراتكم طيبين طبعا. وحضرتك طيبة. هيكون في انكسار للذروة. يا رب. مش هنقول انكسار للموجة، بداية انكسار الموجة عشان نكون واضحين. بالفعل هيكون في انخفاض نسبي في قيم درجات الحرارة بمعدل 3 إلى 4 درجات عن يوم السبت اللي متوقع نسجل فيه 43 درجة مئوية. فهنرجع لقيم درجات الحرارة الأقل من ال 40 درجة مئوية. هيكون أول أيام العيد إن شاء الله عظمى على القاهرة الكبرى ما بين 38 إلى 39 درجة مئوية. وأيضا هيظل الطقس فترة النهار طقس شديد الحرارة بشكل كبير. يمكن فترة العيد تحديدا أجواءها هتكون أجواء أيضا شديدة الحرارة، لكن أقل حدة من الذروة اللي احنا هنشهدها جمعة وسبت. الأماكن الساحلية هي يمكن أكثر المحافظات اللي هتأثر بالكتل الهوائية الشمالية في فترة العيد، فبالتالي هيكون فيها يعني طقس مائل للحرارة أو طقس المعتدل نوعا ما عن المحافظات الداخلية. عشان كده بنأكد على كل السادة المواطنين أثناء ذروة ارتفاع قيم درجات الحرارة أو حتى كمان في فترة الأعياد لو احنا هنخرج، مهم جدا نتجنب فترة الظهيرة اللي بيكون فيها شدة الإشعاع الشمسي عالية بشكل كبير. الفترة دي بنسجل فيها أعلى قيمة درجة حرارة على مدار اليوم كله ما بين الساعة 12 الظهر لحد الساعة 4-5 العصر، شدة الإشعاع الشمسي عالية، فبقدر الإمكان أتجنب أشعة الشمس بشكل مباشر عشان ما أحسش بقيم درجات حرارة أعلى.
لو انا اضطريت ابقى موجود في الشارع لازم يكون معايا غطاء للراس، شمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس بشكل مباشر. مهم كمان عدم الوقوف تحت اشعه الشمس فترات طويله، لازم اغير درجه حراره جسمي باستمرار تجنبا لاي اجهاد حراري. مهم كمان نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، لسه الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم. مهم كمان الملابس بقدر الامكان تكون القطنيه الفضفاضه فاتحه اللون، بقدر الامكان اتواجد في اماكن جيده للتهويه، ده هيخليني احس بقيم درجات حراره اقل، نسب رطوبه اقل. لو اقدر كمان طبعا لو انا يعني اركن عربيتي في الشارع، ده مهم جدا ان احنا ما نسيبش اي حاجه قابله للاشتعال او حاجه مضغوطه داخل السيارات لو العربيه هتكون مركونه في الشارع، لان قيم درجات الحراره داخل العربيه بتكون مرتفعه بشكل كبير. اخد احتياطاتي بقدر الامكان عشان ما اتاثرش بالارتفاعات الملحوظه في قيم درجات الحراره، لان احنا كمان عندنا الموجه دي موجه طويله بشكل كبير، وكان قبلها موجه قبل كده. وده غريب يا دكتوره منار، يعني ده في حد ذاته يعني شيء برضو يدعو للتساؤل، ليه الموجات الحاره بتبقى مستمره يعني بشكل بعدد او بفتره طويله، بتستمر الاسبوع ل 10 ايام وناخد بريك كده او راحه يوم يومين ونرجع نبدا موجه جديده. يعني كان زمان حتى كنا لسه بنقول امبارح في البرنامج كانت الموجه بتقعد مثلا يومين ثلاث ايام بالكثير، احنا دلوقتي بنقعد بالاسبوع وال 10 ايام. بالفعل النمط المناخي ده احنا ما كناش متعودين عليه، احنا قبل كده في السنوات السابقه كان بيحصل ارتفاع في قيم درجات الحراره، يمكن كنا بنوصل لنفس القيم لكن ما بتبقاش فتره طويله، كان دايما الموجات بالظبط الموجات كانت بتيجي يوم اثنين ثلاثه بالكثير، ارتفاعات ملحوظه بتوصل احيانا لل 42 وال 43 لكن فتره قصيره، ثم تعود درجات الحراره للمعدلات اللي هي بتكون اقل كمان من ال 35 درجه مئويه. أيوة. لكن احنا دلوقتي خلال السنه دي تحديدا بدانا نشوف الموجات الطويله، شفناها السنه اللي فاتت في فصل الصيف شهر 7، السنه دي اتكررت معانا في فصل الربيع يمكن ثلاث مرات موجات طويله بشكل كبير بينهم فتره قصيره جدا من الانخفاضات، وكانت حتى كمان الانخفاضات ما كانتش بالصوره الملحوظه، ده تغير مناخي بشكل كبير نتيجه ظاهره الاحتباس الحراري وحبس الحراره في الغلاف الجوي الناتجه طبعا عن وجود الغازات والملوثات زي غاز ثاني اكسيد الكربون اللي بينتج عن استخدام الوقود الاحفوري، فالتغير المناخي بيأثر بشكل كبير علينا وبيأثر كمان على كل دول العالم بالاحترار العالمي والارتفاع الكبير في متوسط درجات الحراره العالمي، ده بيؤدي ان احنا نشوف ظواهر جويه عنيفه، انماط مناخيه لم نعتاد عليها، وده بيحصل في كل دول العالم، احنا دلوقتي بنشوف حرائق في البرازيل مع ارتفاعات كبيره في قيم درجات الحراره، فيضانات وامطار غزيره في الصين، كل دول العالم بتتاثر بالتغيرات المناخيه، بس بيكون التاثير ده على حسب المناخ اللي البلد متعوده عليه والموقع الجغرافي للبلد، لكن طبعا التغير المناخي والانشطه البشريه هي العامل الاساسي جدا في ان احنا بنشوف انماط مناخيه مش متعودين عليها. طيب هل كل الظواهر الجويه دي هتاثر على حركه الملاحه بشكل ما او باخر؟ اهو الحمد لله طبعا احنا عندنا خلال الفتره دي اعتدال في سرعات الرياح على البحرين الاحمر والمتوسط، سرعات الرياح يعني تكاد تكون ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعه، فبالتالي ارتفاع الامواج مش عالي على البحرين، سرعه ارتفاع الموج ما بين 1.5 الى 2 متر، البحرين الاحمر والمتوسط يمكن لحد نهايه هذا الاسبوع بدايه الاسبوع اللي جاي معتدلين بشكل كبير ومؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه، دايما الاضطرابات في البحار بتيجي من زياده سرعات الرياح، فالحمد لله احنا ما عندناش زياده في سرعات الرياح بشكل كبير، ويمكن ده يكمل معانا كمان لفتره الاعياد ان شاء الله وفتره ان شاء الله. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، تعالوا بقى دلوقتي مع بعض نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، وفي القاهره هتكون العظمى النهارده 39 والصغرى 25، وفي العاصمه الاداريه 39 24، الاسكندريه 34 23، والعلمين الجديده 31 21، مطروح 31 22، دمياط 33 23، بورسعيد 32 25، الاسماعيليه 40 والصغرى 24، السويس العظمى فيها تكون 39 والصغرى 25، والعريش 33 21، كاترين 32 17، وطابق 37 27، حلايب 35 28، وشلاتين 39 28، شرم الشيخ 41 29، والغردقه 40 29.
في الفيوم العظمى 39 والصغرى 24 وفي بني سويف 40-24، الوادي الجديد 42-23 وأسيوط 41-24، سوهاج 41-25 وقنا 43-29، الأقصر 42-27 وأسوان 43-29. ودي كانت نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة تانية دلوقتي لجمانة ومصطفى ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. هلا، نشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا مصطفى.